السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أتمنى أن تكونوا بخير. بالنسبة للي بيتفرج علينا لأول مرة، ما ينساش يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. في حلقة النهاردة إن شاء الله هنضيف قناة جديدة على منال سات بتاريخ النهاردة السبت 26/12 لعام 2020. القناة نزلت على الأجهزة الـ SD والـ HD وبتعمل بصورة تمام. القناة اسمها NAC، وعشان نضيف القناة دي بندخل على إنشاء قناة. بعد ما بنضغط على المنيو، ضغطنا على المنيو بندخل على إنشاء قناة، نضغط أوكي وننزل على TB مزيد، نضغط أوكي ونكتب التردد الآتي، بنضغط على تي بي مزيد، بنضغط اوكي ونكتب التردد الآتي 10.815. ننزل تحت على معدل الترميز، نخليه 27500، والقطبية نخليها زي ما هي افقي، القطبية افقي او اتش. ندخل بعد كده ننفذ التردد بتاعنا عادي، ونطلع على كلمة بحث. بعد ما حفظنا التردد بتاعنا بعد ما حفظنا التردد بتاعنا بنطلع على كلمة بحث ونضغط أوكي. نلاحظ التردد نزل معانا، مفيش أي مشكلة. هنلاحظ التردد نزل معانا مفيش أي مشكلة، وبالتالي نخرج من القائمة دي ونروح للقنوات في آخر الجهاز. نلاحظ القناة مكتوب عليها NAC، وده يعتبر قناة أفلام وقناة منوعات برامج جميلة ومتميزة. القناة بتعرض مسلسلات وأفلام ومنوعات وبرامج متنوعة. بتشتغل على كل الأجهزة الـ SD أو الـ HD أو كل الريسيفرات بصفة عامة. وقناة NAC إشارتها عالية جدا، تقدر تستقبلها بأقل قطر من الأطباق، يعني لو قطر 60 سنتي أو 50 سنتي أو 70 إن شاء الله تشتغل تمام، ما فيش أي مشكلة. أشوفكم في حلقة جديدة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.